السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طيب، الاستخاره لمجموعتين زي ما انتم شايفين، وشمعتين، الشمعه الحمراء والشمعه الزرقاء. الشمعه الحمراء اصحاب المجموعه رقم واحد، وهي حرف الالف، الباء، التاء، الساء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزه، السين، الشين، الصاد، الضاد. دي مجموعة رقم واحد. طيب، مجموعة رقم اتنين اصحاب الشمعة الزرقاء، حرف الطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. هنركن بقى مجموعة رقم اتنين على جنب، ودلوقتي معانا مجموعة رقم واحد زي ما انتوا شايفين حروفها قدامكم واصحاب الشمعة الحمراء، وهنشوف استخارتكم هتطلع ايه. يلا انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل ونقول بسم الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده انتوا عندكم تعزيز نفس الفترة دي. طيب، احب اقول اول حاجة كده، عندكم حرف الدال اهو، حرف الدال. حرف الدال ده علاقة ممكن تكون موجودة في حياتكم، موجودة حاليا عندكم. اول حاجة ابشركم بيها الفترة دي، حرفيا عندكم خبر حلو جدا. الخبر الحلو ده هيبقى من وراه تفاؤل، من وراه حماس، وهيكون سبب رئيسي للطاقة الإيجابية بتاعتك. كمان انت الأيام اللي جاية هيكون عندك يوم، اليوم ده هتصحى مزاجك عالي جدا، وهيكون فيه تفاؤل، علشان هيكون اليوم ده حظ جامد جدا للناس العزاب والمتجوز المنفصلين او الشريك بعيد عنهم، هيكون يوم محظوظ جدا. كمان الفترة دي هتلاقوا شخص مناسب جدا، يعني لو انتم متجوزين ممكن تلاقوا الشخص ده في مجال العمل. لو انتوا عزاب، فالشخص ده هيكون شريك حياة. يعني القراءة علشان تنطبق على الجنسين، بس مش عشان انتم متجوزين فانتوا تاخدوا الكلام يبقى انتوا تدخلوا في علاقة، لا، القراءة دي عامة. انتوا عندكم شاب وسيم، الشاب ده حلو جدا، هيديكم طاقة ايجابية وهيقف معاكم في اكتر من حاجة، ويبقى فيه احتمال كبير جدا ان هو يغير مجرى حتى تفكيركم في الحاجات السلبية. كمان هيكون عندكم نسب حلو، او انتوا حاليا عندكم نسب، الله اعلم، بس هتلاقوا كده طلة جميلة واخبار سارة. في هنا توقيع ورقة، توقيع حاجة معينة، هتبيعوا تشتروا، هتاخدوا حق، الله أعلم، بس انتوا عندكم امضة، والامضة دي هتكون جميلة جدا في عمل خير، فما تقلقوش علشان الحظ هيلاقوكم في كام يوم، خلال 5 أيام 6 أيام. الفترة اللي جاية دي هتحققوا انجاز كبير جدا، علشان عندكم بابين مفتوحين، البابين دول هتحققوا فيهم انجاز على الوضع المهني، وتركزوا معايا. كمان هيكون عندكم مصدر للداخل اقوى من الاول، واحتمال كبير جدا تحصلوا على حاجه جديده او مكافحه جديده. هيبقى في فلوس جايه لكم من بعد الانتظار ومن بعد الامور اللي انتوا عندكم حاليا. يعني انتوا هيكون عندكم اكتر من طاقه هتتجدد الفتره دي، وزي ما قلت لكم البابين اللي عندكم دول هيتفتحوا خلال ايام، وان شاء الله باذن الله يبقى في تغيير ايجابي. البعض منكم هنا في فرحه داخل قلب البيت، لا اما انتوا هتحضروا لها، الفرحه دي هتكون جديده على الوضع بتاع المنزل كله، وهنا هتخليكم تتحركوا بثقه وبقوه جميله جدا، وفي نفس الوقت هيكون في نشاط وهيكون في تفاؤل وهيكون في فرحانين. الفتره دي انتوا بصوا، البعض منكم مستني خطوبه، البعض منكم مستني رجوع، انتوا عندكم خاتم خطوبه او خاتم فرحه، او انتوا حاليا لابسين خاتم، او انتوا منتظرين الفرحه دي. انتوا عندكم هنا خاتم، والخاتم ده انتوا اللي هتقولوا لي الخاتم ده بيعمل ايه عندكم حاليا. في هنا صديق، والصديق ده فعلا بيحبكم جدا، بس هو واقع في مشكله وانتوا بتحاولوا تطبطبوا عليه، بتحاولوا ان انتوا تخرجوه. عنده حد، لا اما عنده حاله وفاء، لا اما عنده حد تعبان، عنده حد شايل همه وانتوا بتطبطبوا عليه دايما. طيب، انتوا في كام يوم انتوا منتظرينهم بفارج الصبر؟ البعض منكم عنده خطوة جديدة، البعض منكم عنده دخول محكمة، البعض منكم مستني المكالمة اللي هتكون مصدر ليه لطاقة إيجابية. انتوا هنا منتظرين حاجات كتيرة جدا تحصل الفترة دي، يمكن الفترة دي من أكتر الفترات اللي عندكم فيها تغيرات إيجابية ليكم. كمان البعض منكم
عشمان في حد، والعشم ده جه على الفاضي، عشمانين او مستنيين في حاجة عندكم. دايما اقول لكم انه خيبة الامل بتجيلكم من الاصدقاء اللي انتم ما تتوقعوش انهم هم يخونوكم، فانتوا دايما اقول لكم اكتموا وداروا على خصوصياتكم علشان الحاجة اللي انتم عايزينها تكمل من غير ما تتردد. في هنا في رزق كان بيدخل لكم حلو وبدأ يقل بسبب العيون والطاقات السلبية اللي كانت مركزة معاكم في فترة. حصل عندكم مشكلة مع حد مقرب ليكم، والمشكلة دي سحبت الطاقة بتاعتكم، وحاليا انتوا بتعانوا من الضغوط النفسية اللي مأثرة على حياتكم بشكل كبير جدا. انا شايفة لكم دموع في عيونكم، والدموع دي نازلة من المقربين اللي كانوا عاملين لكم أذى، عشان كده لسه الدموع موجودة. بس في فرحة هتتحقق بإذن الله، الفرحة دي بمجرد ما هتتحقق، بمجرد ما هتحسوا قد إيه إن ربنا رضاكم. ليه؟ علشان أنتوا عندكم رضا تاما الفترة دي بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. كمان البعض منكم بيفكر في الماديات، البعض منكم بيفكر إزاي يزود الدخل بتاعه، بيفكر إزاي يبني المستقبل بتاعه. أنتوا داخلين في مشروع، داخلين في طاقات مختلفة، فعشان كده هيكون عندكم نقطة من أول الحروف أو نقطة من أول السطر، وهتبدأوا بداية جديدة. البداية الجديدة دي هتكون طاقة إيجابية وهتكون مصدر ليكم انتوا، بس يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم. عندكم ست وبنتها دايما بيظهروا لكم، الست وبنتها، الست وبنتها دول عادل لكم في كل حاجة، عايزين يأذوكم، عايزين يعني يعملوا لكم مشاكل، بس بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ربنا هينجيكم منها. هي يعني من المقربين لقلبك، يعني المقربين ليكم، يا ريت تخلوا بالكم كويس جدا. البعض منكم ممكن يكون عنده حرب، مش لازم حرب مع الاخرين، ممكن يكون حرب مع نفسه، زعلان على نفسه، زعلان ان الحاجات دي كلها بتحصل وهو ملهوش ذنب. ممكن يكون يعني ممكن يكون بيطنش ناس كتيره جدا او بيتجاهل ناس كتيره جدا، بس زعلان ان هو فعلا ما يعني ما توقعش ان الناس دي اللي كان قريب منهم او اللي كان بيحبهم بالطريقه دي يغدروا بيه ويأذوه. انتوا معروف عنكم ان انتوا طيبين جدا، مخلصين جدا للي معاكم، بس دايما يعني ايه ما بتحبوش الكذب، ولا بتحبوا النفاق، ولا بتحبوا ان الشخص يبين حبيبه هو عدو. انتوا عندكم تتعاملوا مع عدوكم، ولا تتعاملوش مع الحبيب اللي عامل فيها بيحبكم. البعض منكم عنده تعبان، والتعبان ده بيتبدل الوانه من شكل للتاني او بيحلم بيه، بتحلموا بتعابين، بتحلموا بحاجات يعني عامله لكم كده شويه مشاكل، بس ان شاء الله باذن الله هيبقى في اكتشاف لامر جديد، وهتكونوا قاعدين ومبسوطين، هيكون عندكم انبساط حلو، وهيبقى في ابتسامه حلوه. بس انتوا من وقت للتاني ليه بتحسوا ان انتوا عندكم خنقه وضيقه، وما زالت الخنقه والضيقه دي بتجيلكم، يعني ما زالك ان انتوا بتحسوا انه في حد ماسككم كده من رقبتكم وحد خانقكم، عندكم وجع في الكتف بشكل كبير وبشكل مستمر. دايما بتتظاهروا ان انتوا ما فيش زيكم، دايما بتتظاهروا بالقوه الخارقه وبالطاقه الايجابيه. طول ما انتوا بتتظاهروا ان انتوا اقوياء، هم بيفضلوا يزودوا عليكم في العين السلبيه، فانتوا نفسيتكم بتتعب، ومن يعني انتوا نفسكم بتتعب كمان من كتر التراكمات اللي من الاخرين عاملينها فيكم وهم مش حاسين بيكم. فيا ريت تخلوا بالكم من الطريقه دي، حد هددكم وانتوا طبعا ما بتحبوش الطريقه دي، يعني ممكن تكونوا انتوا دخلتوا في مكان حصل مواجهه، بتدافعوا عن حد والحد ده استقل بيكم وحاول ان هو يكلمكم بلغة التهديد، كان رد فعلكم انتوا ايه؟ انتوا يعني ما شاء الله عليكم خدتوا حقكم تالت ومتالت، يعني خدتوا حقكم فعلا. الله، البعض منكم بقى اتكلم، البعض منكم بقى اخد حقه بزيادة. انتوا يعني ما اقدرش اتكلم بصراحة، خدتوا حقكم بزيادة. ودايما هنا دايما بتبحثوا عن راحة البال والأمان، دايما عايزين ان انتوا كل مرة يكون في حياتكم تجديد. انتوا معروف عنكم ما بتحبوش الروتين خالص، ما بتحبوش اللي تناموا فيه تصحوا فيه، بتحبوا تجددوا، بتحبوا تخرجوا، بتحبوا تشوفوا الحياة ماشية ازاي، بتحبوا تشوفوا ان انتوا طاقتكم دايما تكون متوزعة عليكم وعلى الآخرين، بتحبوا الأضواء الهادية، بتحب الرومانسية جدا، والشريك مقصر معاكم خالص من العلاقة الرومانسية، او مقصر معاكم بمعنى اصح من العلاقة اللي انتوا حابينها وعايزينها تكون موجودة في الشريك. عندكم حرف الالف، حرف الام،
مازال موجود حرف الام بينكم؟ علاقة بينكم، ارتباط بينكم، حاجة معينة بينك وما بين حرف الام؟ حرف الايه ده هيبقى فيه شغل وهيبقى فيه اتصالات او هيبقى فيه لقاءات عندكم. انتوا مستنيين الفترة دي بقدر المستطاع، عندكم طاقة انتظار رهيبة او عندكم طاقة معينة حاطينها في بالكم وشغالين عليها بكل الطرق. مشيتوا في طريق والطريق ده كان ضلمة وقررتوا ان انتوا تبعدوا عنه، قررتوا ان انتوا تخلصوا من الطريق ده علشان خاطر حاسين ان انتوا مأذيين منه. الدعاء اللي انت عمال تدعي ربنا علشانه بإذن الله هيتحقق في وقت مناسب علشان تحس بقيمته. طيب في موضوع عندكم حصل من فترة واتقفل، هيرجع يتفتح تاني في قعدة وهتكونوا قاعدين. انتوا دمكم حامي، ما بترضوش على الغلط او ما بتحبوش الغلط، ولو حصلت حاجة الفترة دي انتوا هتكونوا قدها وقدود ان انتوا تتكلموا وتعافروا. مين اللي عنده علاقة تانية او حد عندكم متعدد العلاقات، حد عندكم في علاقة سامة او حد عندكم عنده اكتر من علاقة، حد انتوا زعلانين قوي ان هو شخصيته كده؟ دايما اقول ان انتوا كل ما تطلعوا من مشكلة بتدخلوا نفسكم في مشكلة تانية، رغم ان انتوا طيبين جدا وقلبكم ابيض، وطيبة قلبكم دي هي اللي بتوقعكم في مشاكل. العصبية بتاعتكم ازاي ده بتخسركم حاجات كتيرة جدا، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي. حاولوا ان انتوا تستحلوا بالصبر وبالهدوء، انتوا معروفين ان انتوا عصبيين بطريقة رهيبة وممكن تضيعوا حقكم في قعدة او في مكان بسبب العصبية بتاعتكم. فعلشان تكونوا ماشيين زي ما انتوا متأكدين ان طريقكم خير، لازم تبعدوا عن اي حد ممكن يحقد عليكم او من اي صحوبيه فاشله فيها طاقه سلبيه. عندكم اتنين صحاب، الاتنين صحاب دول هم اصلا ما بيوزعوش غير على الناس الطاقه السلبيه، وانتوا حذرتوهم اكتر من مره من الطريقه الخطا اللي هم ماشيين فيه، وانتوا قررتوا ان انتوا خلاص ما تتعاملوش بالطريقه اللي هم بيتعاملوا بيها. انتوا ما بتعرفوش تردوا الاذى بالاذى، بس الفتره اللي جايه دي خلاص ما بقيتوش طايقين اي حد ولا عايزين تتكلموا مع اي حد، وعلشان كده الفتره دي هتكون من اكتر الفترات ليكم هتكونوا ساكتين في صمت وما بتتعاملوش مع حد بشكل لطيف، هتبقوا ساكتين خالص كده وهتبقوا ايه، هتستحلوا الصمت شويه وهتشوفوا رده فعل الاشخاص اللي قدامكم عباره عن ايه او هتكون ايه الطاقة بتاعتكم. هنا هيكون فيها حد كده هيدخل جديد، الحد الجديد ده هيبقى يدعمك على جميع الأصعد. انت عندكم العلاقة العاطفية مش هقولكم فيها نفور، هيبقى عندكم فيها رومانسية وفيها حب للناس المتجوزين او المرتبطين، بس دايما اقول ابعدوا الاطفال او ابعدوا الاولاد عن المشاكل بينك وما بين الشريك او بينك او بينك وما بين الشريكة. يعني دايما ابعدوا، اركنوا الاطفال على جنب، ما تحطوش الاطفال مركز قصادكم ان انتوا تكملوا وان انتوا ما تكملوش والكلام ده خالص. عندكم كمان هنا بالنسبة للعزاب، العزاب انتوا عندكم طاقة ايجابية بس عندكم الشك رهيب جدا. الشك ده لما بتشكوا في الشريك ما شاء الله بتفضلوا عايشين بس تربطوا الاحداث ببعضها وتطلعوا انه الشريك فعلا على حق. مشكلتكم ان انتوا روحانياتكم عالية والحاجة اللي بتحسوها بتكون فعلا حقيقة، وعشان كده بتخافوا جدا. عندكم خيال رهيب بيعدي من قدامكم، ما بتبقوش فاهمين وانتوا عايزين ايه. انتوا مالكمش غير حد بس، حد بتحبوا ترتاحوا، بتحبوا تتكلموا معاه، بتحسوا ان انتوا مرتاحين جدا بمجرد ما تتكلموا معاه، او بمعنى اصح بيديكم طاقه ايجابيه، بيديكم دفعه لقدام. وعشان كده دايما اي حاجه بتجروا تحكيوا له من غير حتى ما تفكروا او ترددوا، اذا كانت غلط او اذا كانت صح بتحبوا فعلا تتكلموا مع الشخص ده او مع الشخصيه دي. كمان انتوا الفترة اللي جاية دي هتقعدوا مع حد كده، الحد ده فعلا هيكون شبهكم قوي وهتكونوا مبسوطين، او هيكون صديق مقرب ليكم. انتوا ممكن يكون عندكم تحويل في بعض الامور، عندكم تحويل من صداقة لحب او العكس، هيبقى في امور كده هتستجد عندكم. وخلوا بالكم ان انتوا الفترة دي شغالين على سر او على هدف قدامكم. البعض منكم هيخلص ورق شهادة، ورق دراسة، البعض منكم داخل على امتحانات، داخل على ورق هيشتغل فيه، داخل على امور هتجدد منها. انتوا عندكم كذا حاجة، بس دايما اقول ابعدوا عن الوسواس اللي في حياتكم، وبلاش ان انتوا تدوا نفسكم طاقة سلبية. الطاقة السلبية بتخليكم مشتتين افكاركم، بتخلي افكاركم كده مش مترتبة وعندكم ضغوط انتوا مش فاهمين في ايه او ايه اللي بيحصل.
في شخص عندكم كنتوا فاكرين ان هو بيحبكم قوي، ودايما كنتوا بتقولوا الشخص ده دايما هيكون غير اي حد في حياتنا، او الشخص ده هيكون هو رقم واحد في الحياة. انتوا اتأذيتوا من الشخص ده بسبب طرف ثالث كان بيتدخل معاكم، او كنتوا انتوا بتحكوله، او هو كان بيحكي. فالمهم انه هنا حالتكم يعني اتغيرت 180 درجة. انتوا كنتوا داخلين في العلاقة بحب ولطافة وحاجة جميلة جدا، في الاخر كل الامور دي اتقلبت ضدكم. اتقلبت ضدكم ليه؟ علشان حسيتوا ان انتوا في خانة علامة استفهام، او في دايرة والباب اتقفل عليكم. بتحاولوا تهربوا، بتحاولوا تطلعوا من الواقع بتاعكم، بس القلب مازال موجوع من الاشخاص اللي اكلوا حقكم. ممكن كمان يكون انتوا الفترة دي رغم ان انتوا هادين وما بيتوش تتكلموا عن حاجة، بس في مواضيع هتتفتح بتاعت ورث بتاعت اهل، او بينك وما بين بينك وما بين اهل، بينك وما بين اخوات، الله اعلم. في كلام هيتفتح بينه وما بين العيلة، وهتحاولوا ان انتوا تتكلمي عن حق او انت تتكلم عن حقكم، ومش هتلاقوا عقد نافع، وعشان كده ممكن تبقى في شغل محكمة عندكم علشان تاخدوا حقكم. انتوا بتقولوا ان يعني انتوا لما هتكونوا في المواجهة دي او في القعدة دي هتقولوا انتوا ما بتخافوش، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بالفعل انتوا الايام دي عمالين تتحاسبنوا في الناس اللي اكلت حقكم واللي ظلمكم، والشخص اللي خد مالكم واختفى فجأة من حياتكم، او خد مالكم وحصل بلوك بينكم، او بمعنى اصح كان في بينكم رابط قوي وفجأة اختفى، او فجأة اختفت. انتوا مازالت موجوعين ليه؟ علشان بتستسلموا بسرعة للناس اللي في حياتكم، بتدوا الاشخاص اللي في حياتكم اكبر من حجمها، وده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي او بتمروا بيه. لازم ان انتوا ما تدوش حد اكبر من حجمه، وتعاملوا الشخص اللي قدامكم بنفس المعاملة علشان يحس بالتقدير، ويحس قد ايه انتوا كنتوا حاجة عبارة عن فرصة مستحيل تتعوض بالنسبة لاي حد تاني. وزي ما قلت لكم حالتكم النفسيه باذن الله هتتحسن، ومن هتبقى العكس تماما. يعني لو انتوا حالتكم سيئه دلوقتي، حالتكم الفتره اللي جايه هيبقى فيها تحسن، وهيبقى فيها تغيرات ايجابيه. انتوا شغالين وبتدعموا نفسكم بنفسكم، بس بلاش العزله اللي انتوا فيها حاليا، وبلاش الطاقات اللي انتوا شغالين فيها في السلبيات. كمان البعض منكم اغلب الوقت ما بقتش يرد على حد، اغلب الوقت شايف التليفون بيرن ومش عايز يتكلم، ولا عايز حتى يرد، ولا حتى يتعامل مع وجه من الاوجاه اللي في حياته. ليه؟ علشان بتقولوا ان احنا اتخذلنا واتطعنا، فما عدناش نافعين. البعض منكم كمان بيسأل، بيقول يا هل ترى احنا جينا الدنيا ليه علشان نتعذب؟ العكس تماما، انتوا اللي بتعذبوا نفسكم لما بتدخلوا في طاقة سلبية مع اشخاص خطر. فدايما دايما اقول احسنوا الاختيار في علاقاتكم، احسنوا الاختيار في ارتباطاتكم. عندك هنا ممكن يكون الشريك معاك هو اللي مسبب الرئيسي في الضغوط دي. الشريك ممكن يكون بارد في المعاملة معاك، بارد ان هو يعبر لك. انت ممكن انتوا ما بتحبوش البرود اصلا، ولا بتحبوا الاشخاص اللي هي الاشخاص اللي مش لطيفة، فعشان كده ممكن يكون الشريك هو سبب رئيسي في الضغوط اللي انتوا فيها. ومهما بتتكلموا مهما تقولوا مفيش سمعان كلام خالص، وعشان كده انتوا عندكم وجع في الجسم بيظهر غير طبيعي، شوية وجع شوية اوجاع، صداع مستمر. ودايما اقول ان الحسد الشديد متركن دايما على الفلوس بتاعتكم، مفيش فلوس بتقعد، والحاجه الحلوه اللي بتحصل في حياتكم بتتقلب العكس. وعلشان كده دايما بتقولوا لي احنا الحاجات الحلوه ما بتحصلناش، وبتحصل لنا الطاقات السلبيه. طب ليه ما سالتوش نفسكم؟ علشان خاطر انتوا متالقين، انتوا دايما جمال جدا في عيون اللي حواليكم، والناس اللي بتاخد عنكم فكره ان انتوا شيك، ان انتوا حلوين، ان انتوا مش عارفه ايه، مهما بيحصل العكس هم بيحسدوكم حتى في خيالهم. يعني انتوا اللقمة اللي بتنزل معدتكم محسودين عليها، حتى ما يعرفوش هم ان انتوا جايبين اللقمة دي منين، او عاملين الموضوع ده منين، او ايه اللي حصل معاكم، بس هم حاسدينكم. ليه؟ علشان شافوكم مرة حلوين، شافوكم مرة بتلبسوا احسن لبس، احسن حاجة، مستوى نظيف، شافوكم مرة عايشين في حياتكم العاطفية كويسة، فبالتالي الحسد اشتغل على النقطة دي. وخلوا بالكم العين بتكره تشوف اللي احسن منها، وعشان كده الحقد والغل بيجوا من الناس اللي هي مقربين ليكم، هم اللي عارفينكم. وانتم من الاشخاص اللي دايما بتحبوا تظهروا ان انتوا رقم واحد، ان انتوا دايما متالقين، رغم ان انتوا متواضعين جدا ومش متكبرين. اللي يعرفكم من بره او من بعيد يقول عليكم ان انتوا شايفين نفسكم، بس اللي يقرب منكم بيقول عليكم العكس تماما. شخصيتكم قويه جدا، ما بتحبوش النفاق ولا الكذب، ودايما ماشيين بسكه ان انتوا دغري، او بسكه لا اما انت وحش لا اما انت حلو. ما بعرفش اكون بوشين، او ما بنعرفش بمعنى اصح تكونوا بوشين. ليه؟ علشان دايما عندكم
عدالة في حياتكم. سحر التفريق اللي اتعمل لكم الفترة اللي فاتت وحصل مشاكل بينكم وبين الشريك وقررتوا ان انتوا تنفصلوا عنه او تبعدوا، ده بالطاقة السلبية اللي انتوا بتمروا بيها او بالضغوط اللي انتوا كنتوا مسلمينها لافكاركم. حتى لو انتوا قعدتوا مع نفسكم شوية هتحسوا ان اللي انتوا عملتوه ده غلط. ليه؟ علشان انتوا كنتوا مسلمين لافكاركم والوسواس القهري بتاعكم اللي كان دايما بيديكم الطاقات اللي انتوا كنتوا بتمروا بيها. فانتوا خلوا بالكم كويس جدا من الحاجة اللي في ايدكم، وبلاش طول الوقت تفضلوا تضيعوا فرص. في كمان طاقة ندم، طاقة الندم دي ما زالت مفتوحة على حد علاقتكم انتهى، او على حاجة معينة في بالكم الله اعلم. في علاقة موضوع ندم او طاقة ندم عندكم بتجيلكم من فترة للتانية على حاجة حصلت في حياتكم الفترة دي، فخلوا بالكم من نفسكم واهتموا بصحتكم. تساقط الشعر والهالات السوداء والدبلان اللي بيجيلكم من غير اي سبب، يا ريت تهتموا بصحتكم وتحطوا صحتكم رقم واحد ومن بعدها اي حاجة تانية. الفترة دي انتوا حاليا عندكم شخص هيطلب منكم مساعدة، والحد ده هيكون قريب ليكم. طيب انتوا هتتعرفوا على حد عن طريق سفر او عن طريق مكالمة او عن طريق حاجة الله اعلم. الشخص ده هتتكلموا معاه وهترتاحوا له جدا، وهيكون راحة نفسية ليكم قوي والاموركم، وهيبدأ يساعدكم في اوراق هتخلص، في كلام هيحسن من طاقتكم الله اعلم. فياريت تخلوا بالكم. عندكم علاقة يعني ممكن تكون مختلفة جنسيا، مختلفة بلد، مختلفة حاجة، في امور عندكم. كده نكون خلصنا مجموعة رقم واحد، ونشوف دلوقتي بقى مجموعة رقم اتنين. يا رب يكون الخير والرزق والتفاؤل ليكم وكمان النصيب الحلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا حبايب قلبي اصحاب الشمعة الزرقاء ونقول بسم الله. سورة النور، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة النور طلع لكم يا مجموعة رقم اتنين. عندكم ممكن يكون شوية قلق بخصوص الشريك، يعني ممكن تكون انتوا قلقانين، هو مريض هو تعبان، او انتوا خايفين يضيع منكم عشان انتوا بتحبوه جدا. في شوية شد وجذر من وقت للتاني بيحصلوا بسبب حد، فانتوا هيكون في فترة هدوء الفترة اللي جاية، وهتستحلوا بالصبر، وهيكون عندكم تبشرات حلوة بإذن الله. كمان في فرحة هتفرح العيلة كلها، ومن خلال الفرحة دي انتوا هتوصلوا للمراد بتاعكم والحلم اللي انتوا حاطينه في بالكم. في وردة او في ورود عندكم هتتقدم لكم من شخص، الشخص ده هيكون في لقاء هيتحضر له الفترة اللي جاية، وهيبقى في خير ليكم انتوا، او انتوا ناويين تخرجوا تغيروا جو. البعض منكم عايز يطلع مكان جديد، عايز يعمل حاجة مختلفة، ان شاء الله هتكون خير. كمان اقدر اقول ان هيدخل حياتكم شخص، والشخص ده هيكون ماشي بما يرضي الله في حياتكم، هيكون شخص مناسب جدا للصديق وللحبيب، وانتوا هتحاولوا تدوه فرصة وهتحاولوا ان انتوا تتكلموا معاه. واقدر اقول بخصوص العمل اللي فيه حد غيران من النجاح بتاعكم، الحد اللي غيران في مجال عملكم ده انتوا هتتعاملوا معاه بطريقة مختلفة. ليه؟ علشان انتوا بتقولوا حاليا تفكيركم احنا تعاملنا معاكم كويس، انتوا جيتوا علينا فانتوا تستاهلوا مننا المعاملة التانية، رغم ان انتوا طيبين جدا وردة فعلكم دايما بتكون كده ببساطة، بس ما تزعلوش مني انتوا عصبيين جدا الفترة دي، وفي انهيار عصبي من وقت للتاني، متعصبين على اولاد على احباب، دايما العصبية متحكمة فيكم، انتوا مش عارفين تتحكموا في العصبية بتاعتكم، وده بيخليكم الطاقة بتاعتكم بتنسحب، فياريت تخلوا بالكم. اقدر اقول كمان ان انتوا عندكم وسواس، الوسواس ده مؤثر عليكم وعلى الاولاد، او مؤثر عليكم وعلى الشريك، بس في فرحة هتكون جميلة جدا. اي نعم انتوا عندكم موقع صحية، بس هيكون في فرحة حلوة والامور هتتحسن عندكم والاضواء هتكون عليكم. ليه؟ علشان انتوا بتبحثوا عن شهرة، بتبحثوا عن عمل، بتبحثوا عن حاجة متعطلة عايزين تصلحوها الله اعلم، بس انتوا عندكم بحث او بتبحثوا عن حد، في شهرة عندكم حلوة جدا، او في لقاءات حلوة، في تطورات حلوة على جميع الاسر. حد عندكم شخص، الشخص ده كان عامل حبيب ليكم، الشخص ده انتوا مش بتكرهوه حاليا، انتوا حتى بتستحقروه، وخدتوا منه صدمة كبيرة جدا،
الصدمة اللي انتوا خدتوها ان هو اتكلم عليكم في يوم من الايام، او اكتشفتوا خيانة ليه مع ناس مقربة لكم. انتوا اكتشفتوا من وراه شر وسألتوه سؤال واحد بس، احنا عملنا لك ايه او ايه انا عملت لكم ايه علشان تعملوا فيا كده، وقررتوا ان انتوا تمشوا خلاص. بسم الله. طيب في حاجتين علشان القراءة عامة، لإما خبرين لإما شخصين لإما اختبارين، الله أعلم، حاجتين هتقولكم ورا بعض، هو رقم اتنين عندكم، بس الأغلب هم خبرين. الخبرين دول هيكونوا الاتنين فرح، مفهومش حاجة حزن، هيبقى فيهم نجاح حلو جدا، أو هيبقى فيهم وخدان حقكم من الشخص اللي ظلمكم وكسر بخاطركم. لا اما هترفعوا عليه قضيه وهتاخدوا حقكم، لا اما هتقعدوا في المكان اللي انتوا فعلا تستحقوها، او هيبقى فيه سحب للطاقه الايجابيه بتاعته، انتوا هيبقى فيه اخبار حلوه ورا بعضها، وهتحسوا قد ايه ان ربنا كريم عليكم. في حد كمان عايز يقعد معاكم الفتره دي وعايز يدخل معاكم في عتاب، بس انتوا مش مديينه اهتمام ولا حتى بتفكروا ان انتوا تقعدوا معاه وتعاتبوه في اي حاجه، رغم ان الفتره اللي جايه العلاقه بتاعتكم هتبقى اقوى او هيحصل فيها تقويه بشكل كبير جدا. في حاجه كمان هتحصل لصالحكم انتوا الفتره دي، هدف هتوصلوا له هيبقى لصالحكم، او ممكن يعني بلوك ينفك، في بلوك هيتفك عندكم بينكم وبين شخص، وهيبقى في كلام، في مواضيع هتتفتح الفترة دي بشكل سريع، او في طاقة معينة انتوا هتاخدوها، او في حاجة انتوا مقدمين عليها ولسه التليفون مردش عليكم، الله اعلم. انتوا بتحبوش تشمتوا في حد، اللهم لا شماتة في حد، بس هيجيلكم خبر بخصوص الشخص اللي ظلمكم واللي اتكلم عليكم، ومازال انتوا بتعانوا من اللي هو ان هو اتكلم عليكم. فالفترة اللي جاية هتكون فترتكم انتوا. هقول لكم على حاجة تاني، في اقرب وقت لازم تخرجوا من اللي انتوا فيه، ولو في حد لسه بيدمر حياتكم خدوا القرار وامشوا، وبلاش تخلوا العاطفة هي اللي تتحكم عليكم في اغلب الامور بتاعتكم، لان انتوا جايين على صحتكم، والزعل والطاقة دي بتأثر على كل حاجة في حياتكم. حاولوا تفرحوا وتعيشوا علشان فعلا في ناس بتحبكم، بس من كتر ما انتوا اللي فيك يعني اللي فيكم انتوا مش حاسين بالحب ده، والشخص اللي جاء اللي في يوم من الايام اداكم ظهره، انتوا وقت ما يحتاجكم برضو اديه ظهركم. انتوا معروفين ان انتوا اذكياء جدا وبتحبوا النشاط، بس قدامكم اختيارات وإنجازات صعبة، يعني أنتوا ممكن يكون عندكم اختيار وإنجازات صعبة. أي نعم من وقت للتاني بتتعبوا، بس بإذن الله هترتاحوا وهتوصلوا لكل تحقيق هدفكم. ليه بقى؟ لأن أنتوا حاليا بتناموا وأنتوا زعلانين وبتدعوا ربنا، بس مش عارفين إمتى الفرحة هيكمل. أنتوا حاليا كأنكم في بداية الشهر، او كأنكم مثلا في بداية اكتمال القمر. القمر هل في يوم وليلة بيكتمل ولا بيبدأ واحدة واحدة؟ بيبدأ يبان في السماء حاجة صغيرة، يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة عشرة عشرين 30 يوم بتلاقوا القمر اكتمل. فانتوا في المراحل دي، فعشان يكتمل القمر عندكم ويدوكم النور اللي انتوا تستحقوه، ما تنسوش ابدا ان انتوا تساعدوا نفسكم على كده. طيب هتساعدوا نفسكم على كده ازاي؟ تبعدوا عن اي طاقة سلبية وتقربوا من ربنا، وتحاولوا تفرحوا نفسكم، وتحاولوا تحبوا نفسكم، وتفضلوا نفسكم عن اي حد في حياتكم، وما تناموش ابدا وانتوا زعلانين. حاولوا تستغفروا ربنا على قد ما تقدروا، واي زعل متراكم في حياتكم او مؤثر عليكم في اقرب وقت لازم تبعدوا عنه. ليه بقى؟ لان انتوا الفترة دي مستحملين فوق الطاقة بتاعتكم، على شبه انعزالا تاما عن الاخرين، وده في حد ذاته غلط ليكم. اي نعم انتوا شفتوا كتير، بس ما تعرفوش ربنا بيرتب لكم ايه. كمان انتوا الفترة دي في صديقة
صديقة كانت صديقة في يوم من الأيام، هتحاول ترجع حياتكم مرة كمان. الله أعلم انتوا هتدوها الفرصة، بس انتوا هتتجنبوها وهيكون دايما عندكم حذر منها. وكمان هيبقى في خبر يخص عمل هتتجوزوه، أو هيبقى في عرض حد هيعرضه عليكم وانتوا هتبعتوا، مش هترضوا مش هترضوا مش هتوافقوا ليه. ليه؟ علشان هتحسوا ان هو كان عمل زي الأعمال الأخرى، فمش هتبقوا مقتنعين بيه وهتبقوا عايزين تبعتوا. كمان انتوا هنا عندكم حد من أهل البيت، أهل بيتكم يعني من المقربين، ممكن تكون أخ أخت مرات أخ، حد من البيت كان في زعل من فترة، وعايزين هيبقى في قعدة وهيبقى في عتاب، وهتحاولوا ان الامور تتصلح. وفي حد يعني هيبوس فوق دماغكم، او بمعنى اصح هيبقى فيه يعني ايه رضا. انتوا واخدين على خاطركم او الفترة دي من الناس دي، فعشان كده بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى الفترة اللي جاية هتكون فترتكم لتثبتوا رجلكم على الارض الصلبة اللي انتوا فيها. وما تحاولوش الفترة دي تصدقوا أي حد، يعني أي حد مهما يقول لكم ده فلان بيتكلم عليكم أو فلانة بتتكلم عليكي، ما تصدقوش. علشان زي ما بيكون في حد بيحب، في ألف بيكره، وما فيش حد بيحب اللي أحسن منه. خلوا بالكم من النقطة دي علشان ما تعانوش منها. في تواصل بينكم وبين شخص من بعد النفور اللي حصل من وقت للتاني، يعني ممكن يكون كنتوا في علاقة وحصل نفور، او الشخص التاني بعد عنكم فجأة، هيكون في تواصل الفترة اللي جاية. بس ليه دايما اقول لكم ان الخوف والتردد بيتحكم فيكم؟ انتوا يا متجوزين، المتجوزين، الكلمتين دول المتجوزين، المتجوزين دايما متحطمين في ان هم رب دافنين نفسهم، عندهم خوف وتردد وعندهم تقييم للعلاقة اللي هم فيها. حاولوا ان انتوا تتجوزوا المشاكل خالص الفترة دي، وحاولوا ان انتوا تعدوها على خير. ليه؟ علشان خاطر في ناس حاطة عينها عليكم، او انتوا عندكم نفور من الطرف التاني، وده اكبر غلط. المنفصلين، انتوا هنا عندكم علامة اكس. علامة اكس دي بتدل لإما انتوا مش عايزين ترجعوا للشريك تاني، لإما انتوا باصين لتقييم علاقة احسن، او انتوا مستنيين لم شمل ان انتوا تلموا اولادكم حواليكم. في نفس الوقت عندكم ركود او علاقة تانية. حاولوا بقدر المستطاع ما تفكروش في الماضي، وحاولوا ان انتوا تتجاوزوا اي مشكلة عندكم، علشان اي حاجة تحصل زي ما انتوا عايزين. وزي ما قلت ان العزاب هيكون عندهم خاتم او عندهم تقييم لحاجة أحسن، وهيبقى الأمور عندهم فرحة بإذن الله. ليه فرحة؟ علشان هم طال انتظارهم، يعني بقالهم مدة مستنيين، في حاجات كتيرة جدا مستنيينها تحصل، حاجات كتيرة جدا عايزينها تحصل، بس مش عارفين يبدأوا ازاي، مش عارفين يمشوا ازاي. او انتوا كل يعني كشخصكم كلكم ماسكين العالم بتاعكم ومستنيين توصلوا للانتصار، الانتصار خلال فترة معينة. وزي ما قلت لكم على اكتمال القمر، القمر بمجرد ما هيكتمل عندكم، بمجرد ما هيبقى فيه تغطية لمشاكل او تغطية لكذا حاجة سابقة. انتوا عمالين تبدعوا، عندكم افكار ايجابية على الوضع الحالي، عندكم افكار ايجابية، بس حاولوا دايما اقول ان انتوا تتجاوزوا اي حاجة صعبة عندكم، وتتجاوزوا اي مشكلة مأثرة عليكم، واي طاقة عاملة لكم امور فيها عراقيل. بالكم مشغول بمشروع، شاغل بالكم، والمشروع ده يخص المستقبل ويخص حياتكم. ما تتسرعوش ابدا في قراراتكم، لان قراراتكم محسوبة عليكم. بيظهر لكم من وقت للتاني شوية ارهاق، شوية كسل، بتظهر جدا على الملامح بتاعتكم، او انتوا عشان ما بتحبوش الروتين بتاعكم اللي هو اللي بتناموا فيه بتصحوا فيه، فعايزين تبدأوا حاجات جديدة. كمان في فرصة ناجحة جدا هتتمكنوا منها بشكل كبير، وهتتغلبوا على كل الصعوبات اللي عندكم. ليه؟ علشان انتوا في فترة تغيير، القسمة مفتوحة بشكل كبير جدا عندكم. بإذن الله هتلاقي الابتسامة على وشكم، والفرح والهنا، وكل ما الأضواء اللي عندكم هتتبدل لصالحكم. بس أقول لكم إن انتوا تستحلوا بالهدوء الفترة دي، تبعدوا عن العند، وان انتوا تعاندوا مع الشخص التاني او مع الطرف التاني. وبلاش ان انتوا طول الوقت متشتتين في افكار،
حاولوا ان انتوا ترسوا على قرار، وما تخلوش تقلب المزاج يأثر عليكم في اي حاجة، لا، علشان ده انتوا في فترة جديدة، في فترة تغيير، في فترة امور لاستقبال ايام جديدة او لاستقبال حاجة معينة. فحظكم الفترة دي مميز جدا، رغم ان انتوا حساسين وعاطفيين جدا وعندكم دقة في التعامل في الحياة العاطفية، بتتعاملوا كده بحب، مفيش حاجة اسمها هتعامل بأسوأ، بتتعاملوا بحب بشكل كبير، ونفسكم الشخص اللي يكون معاكم او الشخص اللي يدخل حياتكم يديكم اللي يكفيكم من العاطفة، علشان انتوا عايزين الحنان، لا اما انتوا ما شفتوش حنان من حد، لا اما دايما بتدوروا على اللي يعني بتدوروا على الحنان وتدوروا على الحب، بتدوروا ان انتوا يكون عندكم استقرار زي الناس اللي حواليكم، بتدوروا ان انتوا تكونوا اشخاص مميزين، تكونوا اشخاص كده فعلا يعني ربنا واقف معاكم في كل حاجة، دمعتكم قريبة جدا على خدكم، وبتقولوا يا رب احنا محتاجين منك ان انت تقف معانا في الاوقات الصعبة اللي احنا فيها، ليه؟ علشان احنا فعلا تعبنا واتظلمنا من ناس كتيرة جدا، وملقناش الحنان زي ما احنا كنا فاكرين، وملقناش ان احنا حد يقف معانا، واللي مسبب لكم الخوف والطاقة التردد هو التفكير في المستقبل، التفكير في المستقبل اللي عندكم باستمرار بيخليكم خايفين ان اللي حصل معاكم يحصل معاكم تاني، لا، انتوا ما تخافوش من اي حاجة، انتوا بس كل المشكلة اللي عندكم ان الحسد بيرشق فيكم على طول، فلازم تطلعوا من قلب بيتكم متحصنين، لازم تحصنوا نفسكم بأي شكل، فقدان الشهية اللي عندكم والضيق في الصدر اللي بيجي لكم وكتر الأحلام المزعجة أو الألم في المفاصل، الألم في القولون، الوجع اللي هو بيكون عندكم ده تأثير الحسد، وزي ما قلت وذكرت ان تأثير الحسد ده من ايه؟ من الأناقة والرشاقة وخفة الدم، ومن اللبس بتاعكم اللي بيظهر عليكم، او من اللبس بتاعكم اللي انتوا بتلبسوه لو انتوا رجال، فمن شغلكم ومن العمل اللي انتوا عمالين تشتغلوا فيه، والناس يعني ايه في عندكم حد بيقول دايما يقول بصي فلانة، بصي فلان، بصي فلانة 24 ساعة بتشتغل، بصي فلانة 24 ساعة بيشتغلوا، اعملوا زيهم، ده في حد ذاته حقد، حقد من جوه القلب، فخلوا بالكم، ليه ما تبينوش اجمل ما عندكم للناس، خلوا الناس هي اللي تدور وتبحث عليكم وتبقى عايزه ان هي تتعامل معاكم وتتكلم، انتوا اي نعم الفتره دي عايشينها ببركه ربنا من كتر طبعا كميه الضغوط اللي فيكم، بس هيكون في استقرار حلو جدا، خليهم يعني خليهم مشغولين بيكم طول الوقت بيتكلموا عليكم، اهم حاجه ان انتوا تحصين النفس، طول ما انتوا متحصنين ما تخافوش من اي حاجه، في تحدي او في مغامره جديده، في حاجه لا اما في حد هيتحداكم في حاجه، لا اما هيكون في مغامره حلوه جدا وهيبقى في طيبه جميله، انتوا طيبين جدا وما بتحبوش تشيلوا من حد، وما فيش حاجه اسمها انا جوه قلبي غل وحقد او جوه قلبي زعل، لا، ما شاء الله عليكم بجد، انتوا دايما يعني بتحاولوا ان انتوا تسعدوا نفسكم وتسعدوا الاخرين اللي في حياتكم، ومعروفين ان انتوا بتشيلوا كتير، يعني بتشيلوا كتير جمايل، فخلوا بالكم بقى، يعني انتوا ليكم جمايل كتير عند ناس، يعني من كتر اللي انتوا شفتوه ما بقيتوش خلاص، ما بقيتوش تجاملوا حد تاني، او ما بقيتوش تفضلوا نفسكم زي ما قلت لكم من البداية على حد، يعني خلاص قررتوا ان انتوا اللي يهاجر مع الف سلام، انتوا مش منعزلين زي ما الناس فاكرة عنكم، يعني في ناس وانتوا فاكرين عنكم ان انتوا متكبرين وان انتوا منعزلين، لا انتوا مش منعزلين، بس انتوا بتحاولوا ان انتوا تحطوا نقط على حروف، وبتحاولوا تسيبوا مسافات بينكم وبين الناس اللي بتعصبكم، ليه؟ علشان خاطر اي حاجة مأثرة عليكم في امور انتوا بتحاولوا تبعدوا عنها، وبينكم ما بين اي حد دلوقتي لازم يكون في مسافة، ومش مسافة خطوة ولا اتنين، ده خطوات صح ولا غلط من اللي انتوا شايفينه ومن اللي انتوا اكتشفتوه، فخلاص بدأت ان انتوا الامور عندكم تتغير، عندكم جاذبية حلوة جدا، وعندكم مدة هتكون جميلة على وشك ان انتوا تدخلوا فيها، وان شاء الله بإذن الله هيكون فيه اشارة او علامة هتنسيكم الهم الكبير، وهيبقى يعني تخرجوا للفرج وللفرحة الكبيرة اللي انتوا مستنيينها، انتوا عندكم خير او عندكم فرحة او عندكم امر جديد هيتحقق الفترة دي، ليه بقى؟ عشان الفترة دي فترة حساسة جدا، انتوا هنا عندكم حد هتكتشفوا على حقيقته، حد عامل لك نميمة وكان سبب بشكل كبير جدا في المشاكل اللي انت فيها او بتمر بيها،
كمان انت عندكم ردة فعل، ردة الفعل دي هتكون قوية جدا، بس عندكم اسم محمد، وفوق اسم محمد في وعكة صحية، ده بيدل ان انتوا في حيرة وفي خوف، واسم محمد ده في حياتكم او في حد قريب منكم. كمان انتوا هنا في ازمة مريتوا بيها وعلى وشك ان انتوا تتخلصوا منها. كمان البعض منكم بيعاني من شوية امور مضايقاه، في شوية خلاف بينه وبين حد، عندك خلاف مع اخت، خلاف مع اخ، خلاف مع حد من وضع الطمع او من وضع ان هم طمعانين في المال بتاعكم، بس انتوا مش عارفين تتعاملوا ازاي او ما عندكمش ردة فعل الفترة دي. في شخص غريب مش من تبعكم، الشخص ده مركز معاكم جدا، ودايما بيحاول بقدر المستطاع يدخل بيتكم ويحسب لكم كل حاجة، هو اصلا طمعان في كل حاجة في حياتكم. انتوا صراحتكم ودايما ان انتوا بتكونوا صراحة مع الناس الاخرانيين، ده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي، والصراحة بتاعتكم بتوقعكم في مشاكل وبتخليكم انتوا حيرانين وبتخليكم انتوا عندكم وقعة صحية. كمان الفترة دي في خبر او في رسالة او في مكالمة تخص حد انتوا مستنيينها بقالكم مدة، الرسالة دي هتكون خير، واقرب ما ليكم هيكشف لكم سر خطير بينكم وما بين حد، ومش هتكونوا متوقعين دي ردة الفعل. البعض منكم عنده مواجهة مع شخص او حد عنده مواجهة، وهيحاول ياخد قرار حاسم ويتصرف باللي هو يناسبه. كمان انتوا عندكم مناسبة حد هيتصل بيكم فيها او حد هيدعيكم، المناسبة دي هتروحوها وهتكون حفل الزفاف او حفلة عيد ميلاد او خطوبة، هتكون مناسبة حلوة. كمان انتوا هنا زعلانين على نفسكم جدا من قلة نومكم، مش منتظمين في قلة يعني في نومكم، ولا مستقرين في اكلكم ولا في شربكم، مفيش توازن عندكم، ودايما قلقانين، عندكم عودة للحبيب الفترة دي او لقاء يخص الحبيب. كمان انتوا هنا في مكالمة برضو مستنيينها بخصوص الشريك، المكالمة دي هتغير حتى المود بتاعكم، او هيبقى انتوا في انتظار مكالمة. دايما اقول احترسوا من شخص بيحاول يستغلكم بطريقة انتوا عارفينها كويس جدا، وبعد كده هتبعدوا عنه وهتقرروا ان انتوا ما تتعاملوش معاه ليه تاني، عشان هتشوفوا في عينيه الحقد والغل، وهتشوفوا هو ازاي باصص لكم البصة الغريبة دي وانتوا طول الوقت مش واخدين بالكم، طول الوقت بتتعاملوا معاه، طول الوقت حابين انه يكون وجوده في حياتكم، وانتوا هنا مأذيين بشكل كبير جدا او بشكل مؤذي، يعني مأذيين قوي، خايفين من ردة فعل، في قلق، في حيرة، في نميمة تخص حد عليكم او تخصكم انتوا على حد، الله اعلم، بس في نميمة عندكم. كمان هنا في مشروع، والمشروع ده هتكسبوه حلو جدا، وهيك، بس هو محتاج دعم، محتاج حد يكبره لكم، محتاج انتوا تبذلوا مجهود فيه اكتر، عشان المشروع ده هيبقى نجاحه عظيم على حياتكم، وهيكون فيه ازدهار قوي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. ليه؟ علشان انتوا من خلال المشروع ده هتحطوا رجلكم على ارض صلبه، وهيبقى لقاء حلو. طيب انتوا عملتوا خير مع حد وترد لكم العكس، في خير او في كرم او في فضل انتوا وقفتوا مع حد فيه وترد لكم العكس، وزعلتوا جدا وقلتوا ليه انتوا بتعملوا فينا كده، رغم ان احنا فعلا كانت نيتنا اتجاهكم خير، كانت نيتنا اتجاهكم بصلح بطاقة ايجابية، فانتوا قررتوا ان انتوا تمشوا بتبعدوا عن الشخص ده وما تتعاملوش معاه لاي سبب، علشان لقيته هو فعلا حقود. بتدفعوا تمن اشخاص لحياتكم، يعني بتدفعوا تمن حاجات انتم ما عملتوهاش، يعني ممكن تكونوا بتدفعوا تمن غلطة، او بتدفعوا تمن حب حبيتوه لحد وما تمرش او ما صانش الحب ده، رغم التعب اللي انتم فيه حاليا من اوضاع مش عارفين يعني تتخلصوا منها، لكن هيكون في امور مستجدة الفترة دي. عندكم نشاط، عندكم حيوية، عندكم طاقة، عندكم ازدهار، بس الوضع بتاعكم مضايقكم شوية. الفترة دي هيبقى فيه تغير حلو، وهيبقى فيه امر حلو جدا ليكم، نجاح، فرحة، ازدهار، طاقة، امور حلوة جدا جدا هتفرحكم، لان الخوف اللي في حياتكم ده ممتلك قوي في كل الاشياء اللي ليكم. في حاجة هتتحقق عندكم، الحاجة اللي هتتحقق دي هتكون خير، لا اما انتوا ناويين على سفر، لا اما حد هتشوفوه في سفر، لا اما في رجوع لغربه، وهيبقى في كلام كتير جدا هيتقال بينكم، في موضوع فلوس شاغلكم، او في حد دايما من الاصدقاء ليكم حاطط عينه على فلوسكم ودايما بيقول ان انتوا معاكم فلوس وانتوا ما بتحبوش الطريقه دي، في حد عندكم بيلعب على الاطراف في حياتكم، فخلوا بالكم شويه.
انتبهوا كويس جدا او خلوا بالكم كويس جدا من نفسكم، لان حياتكم مش سهلة زي ما انتوا فاكرين. عندكم عزيمة وقوة وازدهار، وعندكم مواجهة مع الشخص، الشخص ده هتاخدوا حقكم منه عشان هتعرفوا ان هو كذاب وان هو بيلعب على كل الاطراف وظالمكم. في حد توفى عندكم او في حد يعني فارق الحياة عندكم، الحد ده انتوا زعلانين عليه قوي ومتضايقين قوي ان هو بعد عنكم. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيبقى فيه تقدم وهيبقى فيه خير، بس خلوا بالكم من نفسكم. في كمان خير جاي عن طريق واحده ست، الست اللي جاي لكم من وراها خير دي حاليا بالها مشغول بيكم او في تفكير اتجاهكم. في كمان صلح، الصلح ده بينكم ما بين الشريك، لإما رجوع لإما تغيير لإما أمور مستجدة لإما كلام هيتقال لإما أمور هتبقى واضحة، الله أعلم. أموركم هتكون واضحة أوي الفترة دي مع الشريك. طيب في ست وبنتها، الست وبنتها دي لو طالوا يولعوا فيكم هيولعوا غيرة وحقد واتجاهكم بشكل كبير جدا. الست دي عمالة تلف وتدور عليكم او تلف وتدور علشان عايزة توصل لحاجة معينة، فياريت تخلوا بالكم لان انتوا طيبة قلبكم مخلياكم مش شايفين اعدائكم قوي يعني، او مش واضحين قدامكم قوي، لكن باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى الوضوح اللي قدامكم منتوا مش هتصدقوا، وعشان كده انتوا دايما بتكونوا في صدمات عندكم او في صدمة حاليا، في صدمة مأثرة عليكم او في حد بيتكلم عليكم وانتوا مش متخيلين قد ايه الشخص ده مش كويس، قد ايه الشخص ده سلبي، قد ايه الشخص ده هو كده. كمان في حاجة مسببة لكم نفور بينكم ما بين اللي انتوا بتحبوهم، عيونكم مليانة دموع ومليانة حزن وعايزين تفضوا الدموع دي، عايزين تترموا في حضن حد يكون طيب، يكون يحتويكم، يكون بيحبكم بجد، ما يكونش بيلعب عليكم. فالفترة دي انتوا عايزين دعم معنوي، دعم عاطفي، محتاجين تقفوا، محتاجين حد يساعدكم، محتاجين حد يكلمكم. وبكده نكون خلصنا مجموعة رقم 2. يا رب النصيب الحلو والانفراجات ليكم وتحسين الحظ وتحسين النصيب القادم لحياتكم. تحياتي لكم واتمنى لكم كل ما هو جميل من اجل عيونكم الفترة اللي جاية.